تم إنجاز طريق اجتنابي على مستوى بلدية القالة. الطريق الاجتنابي هذه كان لها رصد مبلغ مالي بقيمة 300 مليون دينار جزائري، أي 30 مليار سنتيم. تم إنجازه لفك الضغط على بلدية القالة، بالخصوص أنها الواجهة للجارة تونس. المواطنين السياح الجزائريين الكل يمر مع هذا الطريق، للإضافة أنه هناك تجارة بين البلدين الشقيقين، كاين تجارة وكاين معبر حدودي آخر للتجار والبائعين بالجملة، لهذا الطريق هذه تفيدهم أكثر. طريق واسعة، الله يبارك، ما شاء الله. دخلت على القالة تاع طريق اللور وساعدت علينا، دخلت على القالة ويجيونا التوانسة يتمتعوا حتى بالطريق، والحمد لله يا ربي رانا في رحمه كبيره اليوم. بالنسبه للطريق الاجتنابي هذا لمدينه القاله، نحا ازمه كبيره، سيركيلاسيون نقصت، الحمد لله شاحنات الوزن الثقيل يجيبوا من هنا، نحا ازمه كبيره، اختناق كبير على القاله. والله الطريق هذا من الجد ولينا الحق مرتاحين، قص برشا اكتفاء عندنا، والحمد لله انا في الاخر تحلت الحدود وولدت الكياس اكبر وارتاح والحمد لله.